كارتيرون الحقيقة بيجمع كل كلمة بتتقال عليه من إدارة الزمالك في الفترة اللي فاتت، بيوثقها وبيجمعها وبيستعد للحظة الحسم بتاعته. نادي الزمالك عمال يلمح طول الوقت، طول الوقت، والكلام ده بيعمله في سرية كاملة جدا، طول الوقت بيلمح ان هو هيمشي كارتيرون بعد ماتش الوداد في حالة عدم الفوز. هو عمال يوثق كل شيء، حتى الايميلات اللي كان بيبعتها قبل كده قلت لكم بيوثقها، اللي هي بالتأخير المرتب بتاعه، الهجوم اللي بيتم عليه من داخل نادي الزمالك بيوثقه، بيستعد لانه حاسس انه فعلا في تحركات، والزمالك فعلا قال كده يعني في تحركات، واتقال انه يعني الزمالك اكبر من الشروط الجزائيه والزمالك معرفش ايه وكل الكلام ده. هو بس السؤال، هل كارتيرون لسه قدامه فرصه مع الزمالك انه يتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا بعد دوري المجموعات ولا لأ؟ هو ده السؤال. هل ينفع تروح ماتش الوداد وأنت عارف إن أنت لو ما كسبتش هتمشي؟ أعتقد إنه اللعيبة نفسها هتقبل ده، يعني هتحس إن المدرب ماشي فهتاخد منه التعليمات عادي جدا وتتعامل معاه عادي جدا ويبقى له سلطته وهيبته وقوته مع الفرقة بتاعته ولا لأ؟ كل الكلام ده كلام غريب جدا، لكن الخبر إن كارتيرون بيوثق كل شيء وبيستعد للحظة الانفجار مع نادي الزمالك. وخدوا بالكم عنده شرط جزائي في عقده خطير جدا، ان هياخد كل الثلاث سنين قيمة ما يتبقى من ثلاث سنين كارتيرون ماضي، ثلاث سنين بعبداية هذا الموسم مع نادي الزمالك. احمد سيد زيزو سافر، طلع من انجولا على المغرب بعد سلبية المسحة بتاعته الحمد لله، وزيزو قوة اضافيه قويه جدا لنادي الزمالك في التشكيله اللي هتلعب ان شاء الله المباراه يوم السبت المقبل. زيزو يستطيع ان يعمل فارق. لما اتسال مدرب ساجرادا الانجولي ايه افضل حاجه في مباراه الزمالك، قال لهم لما لقيت زيزو ده مش موجود في الملعب. يعني بعد عن تشكيله الزمالك، لعيب مهم جدا ولعيب محوري تقدر تستفيد بيه على الطرف، تقدر تستفيد بيه من القلب، بيشوط بيرفع يعني متحرك، لعيب يعني من اللعيبه اللي هيبقى ليها دور كبير جدا مع الزمالك في هذه المباراه. خلينا نشوف هذا التقرير مع عن زيزو واحتمالية عودة طارق حامد أيضا لتشكيلة الزمالك في هذه المباراة. رافعا شعار أكون أو لا أكون، يدخل الزمالك مواجهة الوداد المغربي المقبلة بمعنويات عالية بعد عودة عدد من الأسلحة الفنية وتعافيهم من الإصابة. كارتيرون المدرب الفرنسي للزمالك يلتقي الوداد البيضاوي المغربي خارج الديار يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. المباراة هي الأصعب للفريق الأبيض الذي يمني النفس بتصحيح المسار قبل فوات الأوان بعدما تعادل في أول مبارتين أمام بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين في الجولتين الأولى والثانية، فيما يسعى الوداد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه بعد تحقيق فوز على ساجرادا وهزيمة مفاجئة أمام بترو أتلتيكو. ويرفع من حماس ومعنويات لاعب الزمالك عودة الثلاثي المصاب طارق حامد وحازم إمام وأحمد سيد زيزو في مباراة قوية ودرب عربي منتظر بين الفريقين الأبيض والعملاق المغربي. وتعافى زيزو من الإصابة من كورونا وهو جاهز للمشاركة في اللقاء وفق رؤية كارتيرون الفنية، نفس الوضع بالنسبة لحازم إمام والذي تعافى من إصابته وشارك في تدريب الفريق كاملا في الساعات الأخيرة. أما طارق حامد فقد خضع لاختيار طبي بالأمس أثبت سلامته وشفائه وسيكون مع بعثة الفارس الأبيض في المغرب، ومسألة مشاركته ستكون وفق قرار المدير الفني. فهل يستخدم كارتيرون القوة الضاربة العائدة للزمالك لإنقاذ مسيرته مع الزمالك وإنعاش الحلم القاري في 100 عقبة؟